لو بنتكلم عن الحادثة دي تحديدا وهي ليست الأولى وللأسف لن تكون الأخيرة طالما يبقى الوضع كما هو عليه، أكبر توثيق للحادثة دي، صحيح إن هو توثيق مؤلم، ما عملتوش قناة تلفزيونية، ما عملتوش قناة إخبارية ولا محلية ولا دولية، عملته صفحة من واحد من أهالي رشيد. الصفحة دي حطت كم كبير جدا من الفيديوهات الحقيقية، لأنه معظم الصور أو كلها تقريبا لها علاقة بغرق المركب والناس اللي عليها، يعني اللحظات الأولى دي كلها صور مش حقيقية، دي صور أرشيفية صحيح بنستعين بيها لما بنتكلم عن مشكلة الهجرة غير الشرعية، إنما الحقيقة ملهاش علاقة بالمركب دي. فكرة الإنقاذ والناس اللي في المركب، صفحة أهل رشيد هي الصفحة اللي كانت أكثر توثيقا وأكثر سرعة وأكثر إيلاما. إحنا ما نقدرش نعرض كل حاجة نزلتها، كل فيديوهات اللي نزلتها على الصفحة دي، مش بس عشان لا نكتر ألم كبير جدا، إنما كمان حتى أخلاقيا على الشاشة ما نقدرش نحط الناس في مشاهد بشعة لأي سبب من الأسباب. مهما كانت الفيديوهات اللي هنعرضها صعبة، فالأصعب منها حجبناه ولم نعرضه. دلوقتي دي جثة في المعنى رايحين عليها نطلعوها. ايه الله يقويكم. يلا يا محمود شد معاهم الجهات دلوقتي. معانا واحد من الصيادين وصاحب المراكب اللي ساهم بشكل كبير جدا في عمليات الإنقاذ الأولى، بالذات في أول ساعات أو أول وقت بعد ما عرف إنه في مركب غرقت. ومعانا صاحب صفحة أهل رشيد. أولا عم صبحي عطية، صياد وصاحب مركب، أهلا بيك. أهلا وسهلا وجزاك الله كل خير على محاولة الإنقاذ، إنقاذ الأحياء وانتشال الأموات. مجدي عبد الكريم، أدمن صفحة برج رشيد اللي كانت متابعة لحظة بلحظة وبتحاول تصور عمليات الإنقاذ، أهلا بيك. أهلا وسهلا. احكي لي عم صبحي إيه اللي حصل؟ والله أنا كنت في البيت نايم وبتزهى الساعة 10 الصبح، سمعت في مركب غرق في البحر، فاتجهت إلى السواحل البحري، وقفت معاهم وتلاقيت مركب بتاع الشيخ أحمد حميدة شيخ الصيادين، ده جايب 110 واحد منهم 20 ميتين و90 حيين يعني. فوقفنا شوية وبعدين اتصلت بابن خالتي، هو المركب ده بتاعنا بس عيال خالتي اشتروه مننا، وعندنا مركب تاني حديد. قلت له، اتصلت كلمت المقدم قلت له ممكن نجيب المراكب ونطلع نشوف في حد في المولد ولا لا تاني، فقال لي هاتوا المركب واطلعوا. اتصلت بعيال خالتي واخواتي جم معاه ورحنا البحر، قعدنا نلف بتاع ساعة ونص ما لقيناش حد. فقررنا ان احنا نروح عند المركب ونرمي الغاز بتاعنا، الشبك، نشد حواليه كده. فرمينا الشبك ولفينا حوالين المركب بتاع نص ساعة، طلعنا 12 واحد في الغاز في شبك الصيد. اول واحد كان جاي في الباب بتاع الغاز. الغاز ده عبارة عن غاز اللي هو يعني بينزل على الارض يجيب الجمبري والكلام ده، يعني بيشحط على الارض تحت. طلع واحد في وش الغاز، طبعا احنا ساعة ما شفناه جالنا حالة ذهول كلنا، ما بقناش عارفين احنا بنعمل ايه. فاول واحد طلع ده وكان فيه عدد كتير في الغاز، اكتر من 12 واحد، بس مع كترهم في يد من الغاز اتقطع فما جاش في الغاز من جوه غير 11، وواحد جه في الوش. فاللي جه في الوش ده كان هيقع، فواحد نط على طول ماسك، وساعة ما فلت من الغزل مسكناه. طبعا انا كنت بصور بالتليفون، كنت بصور، فساعة ما شفت كده ما قلت انا هصور، رحت رامي التليفون وقالح هدومي وايه ونط الميه. نزلت انا وواحد اسمه عمرو، اول ما نط ده عمرو الشاويش، تمام، ونزل معاه رمضان ابن خالتي اللي هو صاحب المركب الخضرة دي. احنا كنا عايزين نطلع الايه الناس كلها في الغاز مره واحده، فخوفنا الغاز يتقطع يقعوا الميه يروحوا مننا، لان اول ما غرقوا ده كان اول يوم،
بيبقى لسه البني ادم ما ايه ما تنفخش من الميه، فلو وقع ينزل على طول لتحت. فقررنا ان احنا نفتح الغاز من ورا ونط الميه نطلع واحد واحد. وساعتها جاء لانش حربي واتنين ريب اللي هم كانوا باينين في التصوير على طول، هم بياخدوا الجثه يطلعوها البر عادي ويلف. ما كناش عارفين مكان المركب، اعطيناهم الاحداثيه بتاعته وطبعا كانوا عايزين ينزلوا بس كان الوقت اتاخر بقى. تمام. رمينا الغاز تاني مرتين ما جبناش حد. الكلام ده كان الدنيا ضلمت بقى. وخدنا بعدنا ورجعنا. تاني يوم طلعنا نلف ما لقيناش حد. لان في الصيف لما اي بني ادم بيغرق على الاقل 3 ايام لما يطفى. لما يطلع على وش الميه، لكن لو في الشتاء ممكن يقعد له اسبوع اسبوع وشويه. لان الميه بتبقى ساقعه كانه محطوط في ثلاجه. في الصيف الميه سخنه زي الجو فوق بالظبط. فتاني يوم الضباط البشريه طلعوا 11 واحد. هم دول اللي طلعوا بس. تالت يوم طلعنا الصبح كان البحر كله جثث بقى. لا حول ولا قوه الا بالله. ده التصوير بقى اللي هو ايه؟ بتاع تالت يوم. دي اول مره اول مره. اول مره تشوف بعينيك المنظر ده. مجدي انت على الصفحه بتاعتك فضلت تكتب كل التفاصيل وتذيع كل الفيديوهات. انت من رشيد. ايوه. احكي لي بقى انت كنت بتوثق ده ليه؟ بس عشان الخبر واهميته بالنسبه لاهالي رشيد ولا عشان انت متابع موضوع الهجره غير الشرعيه؟ لا والله احنا اصلا عملنا الصفحه دي علشان بنهتم بالاخبار بتاعت القريه بتاعتنا وكده. هي في البدايه كانت الصفحه كان حوالي 3000 واحد بس، يعني على قد الشباب اللي موجوده في القريه وكده. فاحنا لما كنا بننزل بقى الفيديوهات والصور والاحداث دي من كان صبح بيصور برضو كان في كذا وحد بيصور، فكنا بننزل الاحداث دي على الصفحه. ففجاه لقينا الصفحه كبرت مره واحده، يعني يومين بقت 30000 واحد. ما هو كل الاهالي عايزه أيوة تشوف. أيوة. مين اللي لها. فبقوا مستنيننا بقى كل شويه لو سمحتوا نزلوا عايزين نشوف فيديو جديد، يعني عايزين هم يعيشوا الحدث يعني. كل فبدانا احنا خلاص بقى احنا حاسين ان احنا في مسؤوليه، يعني الناس كلها عايزه بتتابعنا. الناس كلها عايزه تعرف الاخبار، عايز يعني حتى بيحصل معانا مواقف. ويعني النهارده مثلا في جثه في المستشفى ما حدش عارف، يعني مش عارفين اهلها. في جيبوا بطاقه فنزلنا على الصفحه ان في جثه في المستشفى موجوده، لو حد يعرف اهلها ولا حاجه يجي ياخدها. فلقينا تعليقات ان الجثه دي اتدفنت. يا عم في اتدفنت؟ طيب كلمنا ناس وكده. في لبس يعني في ناس يعني حضرتك عشان بيبقى الملح بيأثر على الاجساد. لا لا. فما بتبقاش الملامح واضحه. أيوه أيوه أيوه. والانتفاخ. ايوه فهم فان كان في الوجه ما بقاش فيه ملامح خالص. في حد كان ما فيهاش ملامح. في كانش الملابس بقى ورق محدش عارف يبقى. الناس بتعرف ولادها من لبسهم. من لبسهم او مش من اللبس بقى ورق. طيب مجدي الناس اللي عايزه تسافر معظمها بعد ما بيشوفوا الموت بعينيهم او اهاليهم بيموتوا برضو بيسافروا. يعني انا مش هتكلم كلام التلفزيون لا دي الحقيقه. وعشان كده يعني ما ينفعش نحط راسنا في التراب، لازم نتعامل مع المشكله. لو عايزين نحلها لازم نتعامل معاها بحقيقتها. ليه الناس ما بتشوفش الموت؟ هو الموت ما عادش له جلال ولا هبه ولا خوف ولا اي حاجه؟ والله هو عندنا هنا الشباب كلها معظمها وصلت لسن يعني الشاب بقى عنده 35 سنه مثلا، مش لسه ما اتجوزش لسه ما عملش اي حاجه بيشوف. أيوة بس اللي بيسافروا دول مش اقل بكتير من 35 سنه. اللي بيسافروا دول صغيرين قوي يعني. ما هم الصغيرين دول بقى بيشوفوا زي ما الشباب قال، يعني بيشوفوا زمايلهم هناك في المدارس وكده، فعايزين يروحوا يعيشوا العيشه اللي هناك، بيلاقوا هناك رعايه وصحه زي ما بقول لحضرتك، بيتعلموا هناك في المدارس وبعد كده لما بيكبروا بياخدوا اقامه وبيكملوا هناك، يعني بيعيشوا حياه هنا مش هيلاقوها لو كده. حياه حلوه جدا. ايوه فهم
بيروحوا. بس هم على فكره يعني الغلط يعني الاب اللي بيوفر لابنه المفروض ما يرميوش كده بالساهل يعني، ما يسيبه يعتمد على نفسه، يا اما ما يعني الفلوس اللي انت هتدفعها دي وفر له في اي حاجه تانية، بلاش ترميه يعني، بلاش ترميه تودي طريق زي ده. انت مفكرش تسافر يا مجدي؟ والله انا فكرت، بس انا والدي ما قال لي استحاله ما تفكرش في الحوار ده. انا بشكرك شكر جزيل مجدي عبد الكريم صاحب صفحه اهل رشيد، وصبحي عطيه صاحب المركب اللي للاسف يعني او مشكورا يعني حاول ان هو ينقذ او ينتشل جثث من مركب رشيد الغارقه. شكرا جزيلا. شكرا. كتير من الأهالي في المحافظات المصرية اللي بتدفع بأطفالها للسفر في مراكب الموت عارفين إن القانون الإيطالي في صفهم، بمعنى أنهم يدركون أن قانون الطفل في الاتحاد الأوروبي يلزم إيطاليا بالاعتناء بأبنائه، وبالتالي يغضون الطرف عن خطورة الرحلة أو إمكانية الغرق والموت لطفلهم اللي سنه ما يزيدش عن 13-14 سنة. القانون الإيطالي يعرف المهاجر القاصر على أنه أي شخص أقل من 18 سنة ويوجد خارج بلده الأصلي وهو مفصول عن والديه أو أوليائه السابقين آبائه الشرعيين المانحين الأساسيين للرعاية، وبموجب هذا القانون السلطات الإيطالية مجبرة أن تعطي للأطفال المهاجرين غير الشرعيين عدد من الحقوق، على رأسها الحق في الإيواء، الحق في التغذية اليومية، الحق في العلاج والصحة النفسية، الحق في المساعدة القانونية، الحق في الترجمة الشفهية، الحق في وجود وصي، والحق في البحث عن أسرة. سجلات مراكز رعاية المهاجرين القُصّر الإيطالية تشير إلى أن أعلى نسبة أطفال قُصّر هم القُصّر المصريين الذين يأتون عن طريق البحر، بنسبة تصل إلى أكثر من 20% من مجمل الأطفال القُصّر الموجودين. الأخطر أن النسبة في تزايد مفزع، ولم يعد هناك أماكن في بيوت القُصّر. رغم احترام إيطاليا لقانون الطفل المهاجر الغير شرعي، إلا أن ما يتعرض له الطفل خلال تواجده وحيداً في بلاد غريبة تعرضه لمخاطر جمة. فمع تزايد أعداد هؤلاء الأطفال أصبحت الحكومة الإيطالية لا تجد لهم أماكن، فيصبحون في الشارع دون عائل أو بيت يؤويهم. كان لازم نسأل حد هناك، وبنسأل المحافظة، محافظة ميلانو، لأنه معظم المصريين اللي بيهاجروا بيكونوا عايزين يروحوا ميلانو. خلينا نشوف المحافظة والمسؤولين على بيت القُصّر، الأطفال لما بيروحوا دول بيعملوا إيه، وليه كل المصريين بيروحوا هناك. أستاذ علي أبو زيد مسؤول في المحافظة هناك الكوموني، وعلى تعامل مباشر مع القُصّر المصريين اللي بيوصلوا، الأطفال اللي عندهم 13 و14 و15 سنة. أهلا بحضرتك أستاذ علي. مساء الخير يا فندم. حضرتك قلت لي إن أنت كل يوم الصبح من الساعة 9 الصبح لحد 5 بعد الظهر بيبقى قدام مكتبك طوابير من الأطفال المصريين اللي رايحين المحافظة، اللي جم من مراكب في البحر المتوسط. اشرح لي المشهد ده وليه بيحصل؟
أغلبيتهم بيجوا على الجزيرة اللي تحت في الجنوب اللي هي صقلية سيشيل، وبعد ما بيجوا على الجزيرة أغلبيتهم بيجوا على ميلانو، لأن ميلانو تعتبر أول مدينة صناعية في إيطاليا وفيها أكبر فرصة عمل وتختلف عن المدن التانية بتاعت إيطاليا، وليهم أغلبيتهم ليهم قرايب هنا سيادتك، فبيجوا عندنا المكتب عشان يخشوا مركز لحماية القُصر لأن القانون بيحميهم. القانون اللي بيجي أقل من 18 سنة هنا في إيطاليا لازم يدخلوا مكان لحمايته، يتعلم اللغة، ليه دورة تانية بيعملها، يروح مدرسة يتعلم اللغة الإيطالية ويتعلم صنعة، ولغاية 18 سنة يكون عمل كل الحاجات اللي الحكومة الإيطالية توفرها له. فبما أن من 3 أشهر ومفيش مكان فاضي في أي جمعية أو أي ملجأ، حتى ملجأ لدرجة أن الطفل من المفروض ما ينامش في ملجأ حضرتك، لان الملجأ يعني بتقول لي ان كل بيوت الرعايه، حضرتك بتقول لي ان كل بيوت الرعايه اللي في ميلانو، كل بيوت القُصر اللي القانون بيخليها يعني الشباب او اللي تحت ال 18 بيروحوا لها، كلها مليانه على الاخر وما فيش مكان الولاد يروحوا فيه. ولذلك بدانا الرحل النهارده في ولد اللي هو نزل مصر بناء على رغبته، وفي قبله ولد تاني من حوالي اسبوعين نزل، والنهارده انا وفي السفاره سيادة السفير قال لي ان في اولاد تانية عايزة تنزل. المشكلة عندنا في ايطاليا ان بدأت تيجي اعمار من 2000، يعني تاريخ ميلادهم 2001 و2002 و2003، اولاد عندهم 13 سنة و14 سنة و15 سنة. 2001 اللي سافر النهاردة ده عنده 15 سنة. يعني كل الاعمار دي وبيجوا ما لهمش اماكن، فغصب عنهم. يعني في ولد مسكوه بيسرق في 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 مول سوبر ماركت منهم، فقال لهم في حد انتحر، عايز اكل، معيش فلوس. في ولد حاول الانتحار. ليه بقى؟ ليه حاول الانتحار؟ ولد مصري برضو من ضمن الاولاد دي، اللي هو لان الاولاد اللي بتيجي اخيرا اغلبيتهم ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا حضرتك كويس جدا، ما بيعرفوش يقروا اللغه العربيه ولا بيكتبوها. شوف الدرجة يعني. فبالتالي هننتظر ايه من ولد ما عرفش اللغه بتاعه بلده لغته؟ فبالتالي الاولاد دي عشان نعلمهم لغه تانية، مشكله تانية. في عيال ممكن تكون مثلا عندها استعداد، وفي اولاد تانية ما عندهاش استعداد، ما راحتش مدرسه اساسا في مصر. لا قصدي المشكله في الجانب الايطالي. احنا عندنا المشكله في انا كمشكله في الجانب المصري، مشكلتي انه دول اطفال معرضين للغرق، دول اطفال بيتقصف عمرهم وظهرت شبابهم، دي مشكلتنا هنا في مصر يعني. انما انت بالنسبه لك في ايطاليا بالزبط. انت القانون بيسمح ده، ليه متضايقين قوي في المحافظه هناك في ميلانو من الاطفال دول؟ من الكميات الغريبه، من اول حاجه متضايقين منها ان الاطفال اللي بتيجي بدون اهل، لدرجه ان في ولد اللي جه واكتشفنا ان مواليد 2006، فلجأنا لمحكمه القُصر. محكمه القُصر قالوا ولد زي ده، ودلوقتي بيناقشوا كمان سن تاني تحت عمر معين، اي حد يجي تحت السن ده المفروض المحكمه الايطاليه للقُصر بتقول ده يجري عليه التبني، ما يبقاش مصري ولا يبقى اسمه محمد او يبقى اسمه عبد الله، يغيروا له كل حاجه. يعني حضرتك بتقول انه هي دي مشكله ان الحكومه الايطاليه من كتر ما عندها مشكله وازمه في عدد الاطفال المصريين اللي بيروحوا من غير اهاليهم، بيفكروا ان هم يعدلوا القانون بحيث ان هم بدل ما يحطوهم في بيت قُصر يعرضوهم للتبني في اسر ايطاليه، لاسر ايطاليه يعرضوا. بالظبط بالظبط بالظبط، لان القانون الايطالي بيقول ان ولد مواليد 2002 او 2003 ما ينفعش يعيش بدون اب وام، يعيش خارج الاسره بتاعته. فممكن اذا كانت الاسره بتاعته رمته هنا، في قانون ايطالي بيقول يلاقوا له اسر، في اسر كتيره عايزه تتبنى اطفال. طيب بس لما بيجي لكم طفل وهو مش عارف يلاقي مكان ينام فيه، بينام في الجناين، بيتعرض لاشياء مخاطر كتيره جدا، فكره انه الطفل في الشارع. طبعا بتعرفوا توصلوا لاهله في مصر؟ بتعرفوا تقول لهم جمعيات موجوده هنا شغاله تبعنا
دي اللي عن طريق الصليب الأحمر بتخاطب أهاليهم، لأن الولد طول ما أنا ما دخلتوش مركز رعاية للحماية عندي، الولد ده مش موجود عندي في الأوراق، مش متسجل عندي، ده بيجي كل يوم عندي المكتب وبسجله إنه هو جه، وبقول له مفيش مكان، تعالى بكرة. تعالى بكرة دي شغالة بقالها 3 أشهر يا أستاذة مومة. من كتر الأطفال اللي عدوا بالبحر. كان عندي في المكتب 64 قاصر. في المكتب منهم 34 مصري من أبنوب، الفيوم، الشرقية، الشرقية بكل المناطق اللي فيها شبرا النخل وعزب وميت جابر والبلاد القرى اللي حواليها. في بلد في كفر الشيخ اسمها برج مغازل، أغلبيتهم بيجوا في المراكب. عندي هنا المنيا، الشرقية، المنوفية، شبين الكوم. خليني أفكر وأعيد التنبيه، أستاذ علي أبو زيد ما بيشتغلش في السفارة ولا القنصلية، هو بيشتغل في المحافظة الإيطالية زي مركز البلدية كده الإيطالية، يعني هو بيمثل الجانب الإيطالي، هو بيتكلم مصري صحيح وهو مصري بالأساس، بس يعني على الأقل لحسن الحظ عشان يشرح لنا المسألة بلغتنا، إنما هو بيشتغل مع المحافظة اللي بتطبق القانون، قانون الاتحاد الأوروبي على الأطفال دول. يعني انتوا في ايطاليا مشكله المهاجرين الغير شرعيين كوم، ومشكله الاطفال المصريين اللي بيهاجروا بالبحر كوم تاني. بالظبط بالظبط بالظبط. طب والاطفال دول بتفهموا معاهم ازاي؟ يعني انا متخيل ان 13 14 سنه ده هيبقى خايف، هيبقى مهما كان متودك وطالع من مصر يعني قلبه جامد، بس هو في بلد غريبه ومفيش حاجه تسنده، يعني احكي لي كده عن حالتهم بتبقى عامله ازاي. بيجوا الصبح بيناموا عندي في الطرقه بتاعه المكتب، باجي الاقيهم نايمين، باجي الاقي بتوع الشرطه، لان الشرطه موجوده الصبح كل يوم عشان تنظمهم، عشان اطفال طبعا تفهمهم ايه اللي بيتعمل، فباجي الصبح بلاقيهم نايمين على نايمين عندي في الطرقه. عندي طرقه طولها بتاع 20 متر فيها اماكن انهم بيقعدوا فيها، الاماكن مليانه، فبيناموا على الارض بيناموا. في ولد بساله بقول له انت بتنام هنا؟ قال لي ما بنامش بالليل يا استاذ علي، قال لي ما انا بقى قاعد في الجنينه وخايف انام، بيعدوا ناس سكاره وبيعدوا ناس مش عارف ايه فهي دي حياه الاولاد الغلابه. انا يعني انا ما بديلهمش الذنب، انا بستغرب ازاي اب وام يوافق انه يسفر ابن في السن ده. طيب لما بيبقى عندك الاطفال دول 13 14 15 16 17 سنه ومش عارف يتصرف خالص والدنيا ضايقه بيه، ما بيرجعش عشان مثلا ما معهوش تذكره الرجوع، ولا ما بيرجعش عشان لسه عنده امل انه يقعد في دار رعايه او يعني يلاقي فرصه، ولا ما بيرجعش عشان خايف او مكسوف من اهله اللي دفعوا فلوس كتيره قوي وهو خايف يرجع لهم بعد ما دفعوا لوراهم واللي قدامهم؟ بالظبط 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 بالظبط. وفي نفس الوقت النقطه الثانيه كمان، خايف النهارده الولد اللي سافر النهارده سيادتك الصبح، بقول له أول مرة تركب الطيارة يا مصطفى؟ فقال لي يا أستاذ علي أنا ركبت البحر. بنفس الأسلوب قال لي أنا ركبت البحر، هخاف أركب طيارة؟ فكلهم جايين في مراكب وكلهم هنا عندهم أمل، نادر جدا إن واحد يعني بترجع للعيلة وبترجع لأهله. الولد اللي رجع ده والولد اللي قبله اللي رجع برضو، دول كل شويه بيتصلوا باهاليهم فبيقول لهم ما عنديش مكان، يا ابني خدوك ودوك مكان، يقول لهم لا. طيب يا استاذ علي ممكن لو في حد، هقول لحضرتك لو في حد من اهالي الشباب دول او الاطفال دول بيتابع كلام حضرتك، ممكن يقول ان استاذ علي بيشتغل مع الجانب الايطالي واضطلينا مش عايزين وجع دماغ، يعني انت بتقول بتصدر الكلام ده بس عشان تشيل مشكله عن محافظه ميلانو، يعني ممكن الناس تفهم كلامك بشكل سلبي. اتفضلي هقول لحضرتك حاجه. انا بتكلم مع حضرتك والبروجرام ما يتعرض على حضرتك، لو حطيتي رقم تليفون اللي يعرف الاستاذ علي يكلمني، انا مكلم 3/4 اهالي الاطفال دول في مصر، امهات وابهات، انا اللي مكلمهم وبقول لهم ابنكم كويس ودخلناه مكان هيقعد فيه، وبقول لهم الولد اللي ما مشيش كويس بقول لهم ان ابنكم مش كويس، لان برضو واجبنا ان احنا نخاطب اهالي الاطفال دي نطمنهم على اطفالهم. ده بموجب القانون او الالتزام الحكومه الايطاليه يعني قصدك؟ احنا مجبرين بنعمل مقابله مع الطفل وبعرف بياناته كلها، والعيله متكونه من اب وام وكم اخ وكم اخت،
والسن بتاعهم والدراسة اللي درسها في مصر وشغل والده وشغل والدته. طيب الاهالي بيقولوا لك ايه لما بتكلمهم وتحكي لهم انه حاله ابنكم مش كويسه خالص؟ بيقولوا لي ساعده ربنا يخليك. هقول لحضرتك ايه؟ بيدعوا لي ساعده، فاكرين ان انا في ايدي ان انا ساعده فعلا يعني، او ممكن اعمل له حاجه زي عندنا في مصر. ما يعرفوش ان هنا في قانون، ان هنا طفل لوحده ما ينفعش يعيش. استاذ علي ابو زيد متحدثا من بحكم موقعه ان هو بيشرف على بيوت الرعايه الايطاليه، كونه موظف او بيشتغل في محافظه ميلانو، بيتكلم عن تفاصيل بعضها مهم جدا. واحد، انه القانون الايطالي عنصر جذب رهيب جدا للاطفال المصريين، لانه هو بيسافر بيقول يا رب نجيني من البحر، انما اول ما وصلت ايطاليا انا القانون بيحميني وبياكلني وبيشربني وبيديني فرصه ان انا اتعلم. فالقانون ده بيفسر كتير جدا من اعداد المراهقين. استاذ علي ابو زيد من ميلانو، شكرا جزيلا ليك. بخلاف معلومه قانون الاتحاد الاوروبي اللي ايطاليا ملتزمه بيه، هو كمان طرح يعني جرس انذار رهيب ان هم ممكن يكون عندهم مخرج، انهم مضطرين بسبب كثافه الاعداد، المخرج انه يعرضوا الاطفال اللي تحت سن 18 سنه للتبني. واعتقد انه ده شيء يعني يخلي الناس تفكر كتير، ولو تم يعني يسبب مشاكل اكبر بكتير من فكره الهجره. محمد عصام، انت عندك كام سنه؟ 15. عندك 15 سنه. وخليني اقدم والده عم عصام محمد، صح؟ اول مره تحاول تسافر كان السنه دي ولا السنه اللي فاتت؟ السنه دي. ورجعوك ليه؟ مسكنا في البحر. اتمسكتوا في البحر، خفر السواحل مسكوكوا يعني، ورجعوك، رحت ركبت مره ثانيه. مسكونا برضو. مسكوكوا برضو خفر السواحل ورجعوك ايه للبيت؟ ده بقى ثالث مره. دي ثالث مره. كنت رايح تعمل ايه يا محمد؟ سافر ايه؟ لا كلمني، علي صوتك وقول لي يعني انت كنت رايح، انت لسه سنك صغير مش كبير يعني، قول لي بقى احكي لي كده. هنا مفيش تعليم ولا في اساتذه هنا ولا بيعلمونا حاجه. بعد كده بقى ما حبيتش هنا القعده وعايزنا نسافر انا وجماعه زملاتي. هو انت بتروح المدرسه متاكد؟ اه. بتروح كل يوم؟ يعني ما بتروحش المدرسه غالبا؟ لا بروح. كم مره في السنه؟ برعته طول ما انا فاضي بروح. طيب بتعرف تقرا كويس ولا نص نص؟ ما بتعرفش تقرا. انت في سنه كام؟ ثالثه اعدادي. وقالوا لك انه التعليم هناك كويس، ولا انت رايح تشتغل؟ رايحين نشتغل نتعلم ونشتغل. كان في اتفاق احنا قلناه انه احنا مش هنا عشان نحكم على حد، بس يعني خلينا نسمع اكتر. انت مالكش في العالم هنا، كنت حابب تروح تتعلم ولا قالوا لك انت لما هتسافر هناك هتعرف تبعت فلوس كتيره وتقدر تعيش حياه حلوه يعني؟ ايوه قالوا لي تعالى، صحابي هناك قالوا لي تعالى هنا تعلم احسن وشغل وكده. اصحابك، انت ليك صحاب هناك في ايطاليا؟ اه. كم واحد هناك؟ ياما. قد ايه كده يعني؟ اقول لك ياما راحوا يعني 15 20 واحد هناك. ليك 20 واحد صاحبك سافروا في سنك كده؟ السنه اللي فاتت. واصغر منه؟ واصغر منه. واصغر منه. كان عايز يسافر السنه اللي فاتت. ايوه معلش يا عم عصام، بس انتوا ليه حاسين الموضوع سهل كده؟ لا مش موضوع سهل. قول. وانا عارف ان هو مؤثر، وانا عارف ان لما ينزل البحر عارف ان هو مؤثر، وبقول يا كده يا كده من ربنا نجاه يبقى نجا، وعارف ان هو مخاطر وعارف مخاطر البحر. بس اسالي هو سبب ان هو يسافر ليه يمشي ليه؟ ان انا اسيبه يمشي ليه؟ ايوه عارف. انا ما هو صغير. انا اسال حضرتك. أيوة صغير. حضرتك يعني عارف، انا قلتها قبل كده، الواحد ممكن يضحي بنفسه بس انه ابنه الصغير يروح كده يعني برضو مش سهله يعني، عايزه قلب جامد جامد قوي. بص يا استاذه لو سمحت. اتفضل. هما التهريب ده شغال عندنا من زمان، اكتر من 15 سنه. ايوه اه ماشي.
ما كانوش المراكب دي ما كانوش بيحملوا فيها العدد الكامل اللي انت سمعت عنه ده. صح. وكانت معظم المراكب بتوصل بسلامه. مجرد بتوصل عند حدود ايطاليا بيتصل بالصليب. بالصليب الاحمر. بالصليب الاحمر. اه. بتطلع طيارات ايطاليه بالصليب وبيطلع البرجه الايطاليه بتاخدهم على طول بفريق طبي مش لوحدهم بس بفريق طبي. اول ما بياخدوهم لو المركب فيها حاجه بياخدهم المركب. مركب سليمه وهم عايزين ياخدوهم البر بيدوهم ميه وبيدوهم بسكوت وبتاع لحد ما يستريحوا من السفر وبياخدوهم على المركب يطلعوهم البر ويفرزوهم الافريقي الافريقي والمصري المصري وكده. الكبير اللي هيرجع بيرجع والصغير بيخش بيدخلوا مدارس. العيال اللي دخلت مدارس هناك طبعا بينزل صورهم على النت. بينزل صورهم على النت وبيكلموا اهلهم طبعا وعيشه كويسه ومتابعه كويسه ورعايه طبيه كويسه. هنا بصوا لهناك بتوع عندنا هنا بصوا لهناك عملوا فرق بينهم وبين بعض. لا هناك احسن. العيال طلعت في دماغ في دماغ نفسها اللي يسيب المدرسه ويمشي لازم يروح. يعني في ناس في شباب بيروح من ورا اهلهم. أهلها ما يعلمش اللي هو في المغزى ابنك متخزن هيسافر مش هيسافر. انتوا كلكم يعني كلكم يعني موضوع فكره انه هيروح وهيلاقي البرجه والصليب الاحمر ده حاجه محفوظه وكل الناس عارفاها ما بتناقشوش فيها اصلا. بص دي معروفه واساسيه. ايه بس ما هو اللي حصل في مركب رشيد وفي مراكب ثانيه ما حصلش كده. دي في حاله النجاه معروفه اساسيه في حاله طيب. النجاه. طب وفي حاله عدم النجاه؟ في حاله عدم النجاه بقى ربنا يتولاهم برحمته. المركب ديت لو غرقت بعيد عن البر كمان 5 ميل ما كانش حد يعلم عنها حاجه خالص. ايوه يعني انت دفعت الفلوس ل ما دفعتش لمحمد ما دفعتش حاجه. انا من الجزيره الخضراء انا من البلد المهربي بالاجل يعني هو لو كان وصل كنت هتدفع. ايوه انا من البلد المهربي. من البلد المهربي فعملوا لك خاطر. لا بتعمل هو ابن البلد ما بيدفعش غير لما بيوصل. الزميل اللي كان هنا اللي كان بيتكلم هنا ممكن يدفع قبل ما يروح. انا سمعت واحد بيقول لك دفع 35,000. صح. احنا ما ندفعش كده. هندفع 15 17 بس. على اساس انتم من بلد واحد. بس احنا من بلد واحد. لكن هو عنده سمسار. ده تلاقوا بلدكم ايه؟ الجزيره الخضراء. الجزيره الخضراء. ده تلاقي بلدكم ثلاث ارباع اللي في سن محمد مش موجودين. لا الواحد لو دور على السن ده مش هيلاقي. مش بالعدد الكبير بس هي كميه تعتبر كميه كبيره بالنسبه للشباب الصغير ده. كام يعني واحد من بلدكم كده؟ يعني هقول لك كل بيت ممكن فيه واحد واثنين. من كل بيت. وكلهم بيوصلوا؟ كلهم بيوصلوا بالسلامة الحمد لله. أمال المراكب اللي بتغرق دي قدامنا أول حادثة غرق تحصل وفيها ناس من بلدنا. وأنت كان في ناس أصحابك على المركب؟ كان في ناس أصحابك على المركب؟ وكلكم جيتوا ولا في حد غرق؟ لا في ناس مات غرق. تمام. أنت كنت خايف قوي لما المركب كانت بتغرق يا محمد؟ خايف قد إيه يعني؟ خايفين. يعني قعدت تعيط؟ قعدت تصرخ؟ عيطت وانا ماشي في البحر عايق. وطلعت ازاي من انقذوك ازاي يا محمد؟ انا ساعه المركب اتقلب عياد ورد تاني اتقلب قلبه عياد نط ورحت نطت من هنا راح مقلوب بعدها بشويه على جنب كده. اللي بقى اللي فلت واللي جه. طب وانت هتسافر تاني يا محمد؟ قول يا انت عايز تسافر تاني؟ لا انا بسال. هو في مذيع ساله قبل كده قال له هسافر تاني؟ قال له كمان سنتين. لو الوضع في البلد اتصلح مش بسافر. لو البلد فضلت زي ما هي كده هسافر تاني بنفس الطريقه. ايوه بس هو صغير يعني. انا افهم انه حضرتك بتقول الكلام ده بس هو لسه صغير. ما انا عارف ان هو صغير. طب اللي هو شايفه كده هو رايه كده. طب انت رايك ايه؟ هو عايش معلش يعني هو عايش في قريه معدومه الخدمات. يقارب بينها وبين القرى بين بره وبين المدن. يعمل ايه؟ ايه رايك؟ بس انا يعني لو انت بتسالني بقى كأم ايوه مش كمذيعة مش كإعلام هقول لك اللي قلته في بداية الحلقة. الواحد انا ممكن اغامر بنفسي انما صعب قوي ان انا اغامر بضنايا. دي صعبة. يعني انا برد عليك كأم يعني مش بحرجك ولا لا مش احراج. ولا انا متهم. ولا انا اب متهم. انا اب متهم. انا عارف ان انا متهم وانا جاني عليه. انا اب متهم. انا ما انكرش انا متهم. انا متهم بس شوف الاسباب الاتهام بتاعته. انت ما حاولتش تسافر قبل كده؟ لا انا سافرت مره العراق زمان بس مره لا قصدي تسافر ايطاليا. لا لا انا معايا 4 اولاد اسافر اسيبهم. ومحمد هو اكبر ولادك؟ اكبر الاولاد.
وبيشتغل معايا بيساعدني في شغله. وانت امنيتك انه الثلاثه يسافروا؟ انا كان امنيتي ان هو يوصل بسلامه الله. كان هناك لما راح هناك كان في ناس هتساعده، قرايبه. قرايبه كانوا هيساعدوه في ايطاليا، هيوصلوا لحد انجلترا. العيال عمته في انجلترا. كانوا هيساعدوه هناك. ولما تسمع والناس هناك في ايطاليا يقولوا دول بيناموا في الشارع، دول ممكن يحصل لا. لهم، ما بتصدقش؟ لا 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 ما تصدقش، بتحس انه دول ناس بيطفشوك. في ايطاليا له قرايب هناك، له عيال عمهم هناك. وفي فرنسا له قرايبنا برضه هناك. يعني هيعدي من ايطاليا لفرنسا لانجلترا. كلهم راحوا بالبحر. هيساعدوه. كلهم راحوا بالبحر. كلك هيساعدوه. في اللي راح بالبحر وفي اللي راح طياره، في اللي راح بالورق فيزا يعني. ما هو كان اساسا رايح عشان يوصل انجلترا بالسلامه. بس ما حصلش نصيب. حضرتك بتشتغل ايه يا عم؟ انا موزع انابيب غاز. طب اي حد بيتفرج علينا دلوقتي ممكن يقول انه انت رميت بابنك بايديك، انه ابنك لو كان مات ما كانش حد هيتعاطف معاك. يعني في ناس ممكن يكون جواها حاجات كتير عايزه تقولها لك. انا مش رميت ابني، انا مش حد شو، ما حدش بيرمي حد. انا فعلا اتقال لي المركب كويسه، وطبعا في مراكب بتوصل، في امل ان المركب توصل، اما الغرق ده بتاع ربنا. بس المركب دي بالذات بقى اتحط فيها عدد قد طايتها مرتين وثلاثه. في البدايه قلت انه احنا مش وظيفتنا ان احنا نوزع احكام، احنا النهارده وظيفتنا ان احنا لا نسمع. لا انا عايز اي حد هو اي راي في اي اب يهرب ابنه. لا ما فيش مشكله، انا بالنسبه لي انا هتقبل اي راي. لا لا انا قلت من الاول احنا النهارده بنسمع، لانه يعني احنا النهارده بنسمع وبنشوف. احنا يمكن قرينا او شفنا لقطات صغيره عن موضوع الهجره، بس عمري ما قعدت مع ناس واتكلمت معاهم بشكل مطول. ممكن تركب المركب دي تاني بعد قد ايه؟ يعني تستريح كده شويه وبعد كده تركب بعد قد ايه؟ الاسبوع الجاي مثلا؟ لا انا بالنسبه لي مش هركبها خالص. ايه؟ مش هركبها تاني خالص. انا بالنسبه لي مش هركبها تاني خالص. انا كنت راح اجيبه جثه. ربنا رزقني بيه تاني. او رميه تاني؟ انت لسه بتقولي ترمي ابنك. وبعدين شاب في السن ده هو كام، 4 ساعات في الميه؟ ركز معايا شويه يا محمد، انا هسالك اخر سؤال على فكره وهتروح خلاص. دلوقتي لو حد في بلدكم، سواء بقى والدك او اي حد، قال لك في مركب طالع الاسبوع الجاي او كده، يلا بس المره دي مركب متينه وكويسه واكبر شويه. لا بعد اللي انا شفته انا ماشي رايح. مش مصدق ايه؟ مش مصدق اللي انا جيت هنا تاني. ولا تعليق، خليني اقول انه ان احنا بنتكلم على مئات الاسر، على الاف الاسر عندها نفس المنطق. الاف الاباء والامهات في عشرات من قرى مصر بيتكلموا بنفس المنطق اللي بيتكلم بيه عم عصام. ان عدى فهو نجي، ان غرق فدي اراده ربنا.